انا اسمي نورة اسماعيل علي، عملت عملية تكميم مع دكتور محمد ياء سرحان. طبعا عشان كنت بعاني من السمنة، كان وزني 130 كيلو، دلوقتي 70. كنت بعاني من جلطة في رجلي، كنت باخد ادوية كتير جدا، لكن الحمد لله دلوقتي ما باخدش اي ادوية. وبنصح اي حد بيفكر او بياخد وقت في التفكير ان هو يعمل عملية، ما يترددش ويعمل عملية، لان اكيد حياته كلها هتختلف. خصوصا كمان في حاجه مهمه بتهمنا كلنا، اللبس. بجد كنت بعاني جدا لما بنزل اشتري حاجه ولما اجي امسكها كده والاقيه بيقول لي حضرتك ما فيش مقاساتك. النهارده انا بخش اي محل وبجيب وان سايز ميديوم لارج، دي حاجه بسطاني ومريحاني جدا. اكيد دي كلنا بنعاني منها، كل الناس اللي عندها سمنه. فغيروا حياتكم مع دكتور محمد ياسر حامد.